ضمن برنامج مكافحة العمى في اليمن يواصل مشروع المخيمات المجانية عمله، وهذه المرة بمخيم متخصص بجراحة العيون في مستشفى مكة بمديرية المنصورة محافظة عدن. كلها عمليات مجانية. نتيجة هذا المشروع يعني جاء بسبب ظروف الناس بعد مرحلة حرب يعني عاشتها عدن، ظروف اقتصادية كبيرة يعاني منها الناس، عدم القدرة على دفع تكاليف العمليات. المخيم استقبل 100 حالة سيجرى لها عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات لفئات لم يكن لها القدرة على تحمل تكاليف هذه العمليات. قضى لي سنتين وسويت عين هنا عندهم، ورجعت قالوا تعالي بعد شهر ولا شهرين صلحي العين الثاني، قالوا يشتوا 75,000 ماشي معي، جلست لي لما دحين سجلتني المنظمة. وتأتي أهمية هذا المخيم في ظل عجز تام في القطاع الصحي الحكومي بتخصص العيون وانتشار حالات المياه البيضاء خصوصا عند كبار السن. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.